السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح كل مكان، اهلا وسهلا بكم. معاكم كينج شيف. النهارده احنا هنقدم لكم اكله جميله جدا ومميزه وخفيفه جدا. ولسه احنا هنقدم لكم لحم الخرفان. انا جايب ده طبعا فخد لحمه خروف ضاني. طبعا لحمه الخرفان يا جماعه فيها انواع كتير، او لحم الماس. ان شاء الله في فيديو تاني هوصف لكم كل انواع اللحم وازاي احنا نعرف اللحمه كويسه من اللحمه اللي ما بتستويش بسرعه. احنا النهارده هنعملها بالبرغل بالخضار، واكله جميله جدا مميزه وخفيفه جدا. اتمنى دايما تتابعونا واشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتشاركونا كل جديد، ودايما معاكم كينج شيف. النهارده احنا الاول هنسلق اللحمه. طبعا سليق مش كويس قوي عشان اللحمه ما تفرطش منها، هنسلقها بنسبه 85% لان لسه عم البرغل بياخد سويه نص ساعه تقريبا. يعني نعمل حسابنا ان هي تكمل سويها مع البرغل. طبعا البرغل ده احنا هنبله في الميه لمده نص ساعه، يعني تقريبا ما اللحمه تستوى معانا. بس مش كل انواع اللحمه اللي بتستوى بسرعه، زي ما قلت لكم اللحمه اللي انا جايبها النهارده هتاخد ساعه سويه بس، يعني نص ساعه. واقوم بلل البرغل واجهزه معانا عشان يبقى ان هو جاهز، وعشان احنا نطبخه مع اللحم بعد ما اللحم يستوى معانا. يلا تابعونا وانتظرونا في بقيه الفيديو. احبائي واصدقائي في كل مكان، زي ما انتم تابعتونا كده احنا كده جهزنا الخضار بتاعنا. عندنا 150 جرام بسله، عندنا كرفس صغير، عندنا 100 جرام من الجزر، عندنا ربع كيلو بصل متقطع، عندنا طبعا اللحمه احنا سلقناها، والبهارات بتاعتنا معلقه جنزبيل صغيره، نص معلقه فلفل، معلقه ملح كبيره او حسب الطلب، والبرغل احنا بلناه زي ما انتم شايفين كده. طبعا اتبل نص ساعه في الميه، ودلوقتي هنبدا نجهز الاكله بتاعتنا. يلا تابعونا وانتظروا. اوكي يا احبابي واصدقائي، زي ما انتم تابعنا حطينا طبعا الماده الدهنيه بتاعتنا، سواء نحط الزيت او زيت زيتون او حته سمنه، وهننزل بالبصل بتاعنا نقليه. هنفضل نقليه كده لحد ما ياخد لون خفيف معانا، وبعدين هننزل عليه بالجزر. زي ما انتم متابعينا بدا البصل بتاعنا ياخد لون خفيف كده، هننزل عليه بالجزر برضه وهنقليه معاه. احنا بنحط ليه الجزر بدري وبنقليه مع البصله عشان يستوى معانا بسرعه. زي ما انتم متابعينا كده البصله بتاعتنا اخدت لون اكتر، وطبعا ما نسيبهاش ان هي لونها يصفر قوي او تغمق قوي، عشان زي ما احنا قلنا ما تديش طعم غير الطعم اللي احنا عاوزينه. دلوقتي احنا هننزل بالبسله بتاعتنا برضه، هناخدها تقليبه والتانيه كده، وبعد كده هننزل عليها باللحم ان شاء الله. زي ما انتم متابعينا كده هنكون طبعا عين شويه مرقه صغيرين من الشوربه، هننزل على المرقه طبعا على البصل والبسله بتاعتنا، وهنبدا ننزل بقطع اللحم بتاعتنا على الاكله بتاعتنا. وكده بعد ما نزلنا باللحمه هننزل بعقد الميه بتاعنا تقريبا اقل من عقد الرز شويه. وبكده دلوقتي هنسيبها تغلي معانا. اول ما تغلي معانا هننزل بالبهارات بتاعتنا وهننزل بالبرغل. وبكده يا احبابي بعد ما البسله والجزر بتاعنا سيبناه يغلي 10 دقائق، هننزل بالملح والبهارات بتاعتنا. وبعد ما نزلنا بالملح والبهارات هنقلب تقليبه صغيره كده، وهننزل بالبرغل عليهم. زي ما انتم متابعينا كده هنقلبه تقليبه كويسه في بعضه، كل المكونات تتقلب في بعضها كده، وهنسيبه 10 دقايق بالظبط يغلي، وبعد كده نوطي عليه النار خالص لمده ربع ساعه زي ما احنا بنعمل الرز بالظبط، وبنسيبه نرد وبيستوى بالبخار بتاعه. هنسيب برضو البرغل يستوى بالبخار بتاعه. زي ما انتم تابعينا كده دلوقتي البرغل شرب الميه بتاعته خالص، وما عادش في ميه، شايفين نفش ازاي ودخل في السويه. هنبدا ننزل عليه بالكرفس، وهناخده تقليبه وهنوطي عليه خالص لمده 15 دقيقه. الكرفس ما رضيتش احطه في الاول عشان ما يستواش قوي ويغير النكهه اللي انا عاوزها بتاعه البرغل مع الخضار. بيديله سنه نكهه كده صغيره بتبقى جميله لما بيكون فريش شويه.
وبكده احباب وصيف كل مكان زي ما انتم تابعتونا. طبعا عملنا البرغل البطراق الجميله دي بالخضار باللحمه الضان ولحم الخرفان، اتمنى ان هو يعجبكم، اتمنى كل الفيديوهات اللي احنا بنقدمها تعجبكم، وتابعونا دايما وانتظروا كل جديد على قناه كينج شيف. بشكركم جماعه على المتابعه، بحبكم في الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.